لان ناجا بعد القفز. لان ناجا هي من الحركات الأساسية في لعبة الرمح، وهذه الحركة تهدف إلى التمرن على تناسق الحركات الأساسية مع وقفة القفز. علينا أن ننتبه إلى ضرورة تناسق حركات اليدين مع حركات القدمين. التفاف الرمح والخطوة المقوصة. حركة التفاف الرمح هي حركة دفاعية قبل المباشرة بالهجوم. يمكن أن تقوم بالهجوم بعد النجاح في تفادي سلاح الخصم، وزيادة التناسق بين الوقفة والتفاف الرمح يزيد من سرعة ردة فعلك. تطورت لعبة رمح الشاولين من لعبة عصا الشاولين، واستخلصت أهم التقنيات من ألعاب الرمح المختلفة، وهي جمعت بين جوهر لعبة العصا وبين القوة والمرونة، ولها قدرة هائلة في القتال الحقيقي. وبفضل ذلك جذبت لعبة رمح الشاولين انتباه لاعبي الوشو عبر التاريخ، وانتشرت في جميع أنحاء الصين. تتضمن لعبة رمح الشاولين 8 طرق أساسية، وهي تجمع بين القوة والحيلة، وذلك يرفع من القدرات القتالية بشكل كبير. تحريك الرمح فوق الرأس ودفعه. تقدم إلى الأمام وحرك الرمح فوق الرأس بشكل مستدير، وتقدم خطوة بالقدم اليمنى لتشكيل وقفة القوس، وادفع إلى الأمام. عندما نقوم بهذه الحركة عليك أن تنتبه لحركة الرمح فوق الرأس بشكل مستدير، وعندما ندفع الرمح علينا أن نمد الذراعين بشكل مستقيم. حسنا، قم بها مرة أخرى. لان ناجا بالوقفات المختلفة. تناسق الحركات الأساسية للرمح مع وقفات تقاطع الساقين والتقدم والقوس، لتزداد القدرة على التغيير بين الحركات وعلى زيادة سرعة الحركة. عندما نتمرن عليها يمكننا أن نبدأ ببطء في البداية ونركز على الحركات اليدوية. تحريك الرمح فوق الرأس ودفعه. تهدف هذه الحركة إلى الدفاع عن هجوم من الأعلى،
والانقضاض على الخصم إذا سنحت الفرصة. عليك أن تقوم بالحركة بشكل متواصل وتحرك الرمح بشكل مستو فوق الرأس. لن ناجع بوقفة القفز. Thank you.
مالين خوان درس اليوم متعب قليلا. نعم، لأن لعبة الرمح هي رياضة صعبة ومنهكة، لذا عليك أن تتمرن أكثر في أوقات الفراغ، وذلك سيرفع من قوتك. وانظر إلي وأنا أقوم بهذه الحركة.